العيد معروف ان هو عادية، بس للأسف احنا كبرنا على العيدية، وعلشان كده قررنا النهاردة ننزل الشارع ونلم العيدية من الناس. بس انا هلم اكتر منك. انا اللي هلم اكتر. انا هلم اكتر. انا اللي هلم. انا اللي هلم اكتر. انا اللي هلم. انا اللي هلم. انا اللي هلم اكتر. انا عايز عيدية. تمسكني يا جماعة. هات انت عيدية. لا انا عايز عيدية. دين عيدية ربع جنيه. الحمد لله. جنيه يا اشرف. طب الفلوس اللي معايا مش قيمتك. اديك رغيف عيش او رغيفين عيش. عيد لحمه يا ابني. ايوه ما في عيديه يا حاج. لا في لحمه بس. ايه لحمه بس. رزقك واسع قوي. اديني كام؟ اديك 5 جنيه. خدي 5 جنيه. اه 5 جنيه. 5 جنيه. لا مش عيديه. كل سنه وانت طيب يا حاج. وانت طيب. دي العيدية النهاردة؟ عينيا ليك، دي 20 جنيه يا باشا. 20 جنيه عيدية؟ سوبر الحلقة ولا ايه النهاردة؟ دي فرجت كده. ربنا يكرمك يا رب. امين يا رب. الحمد لله 10 جنيه ايه؟ اتفضلي. احنا الاثنين نمشي ونشوف أي حد موجود هنا ونلم فلوس. لا ده أنت عايز تلم أنت كمان معايا. ما فهمش كلام أنا، ما فهمش كلام. 20 جنيه. أصل أنا باخد عيدية ما بدفعش. أنا عايز عيدية. ايه ده؟ عيدية؟ دي عيديتي كده؟ احسن سلامة اهو عايزين تاني. انا عايز عيدية يا امي. انت اللي تديني عيدية. انت لا صح؟ انت عايز انت دلوقتي مذيع فانت بتقبض بالعملة الصعبة فانت اللي اقسم بالله ما بقبض بالعملة. انا ما بقبضش والله. اسأل الواد ده والله. اديني 100. عايز عيدية؟ اه خد. احلى جنيه. كام دول؟ ادي واحد اتنين تلاتة جنيه ونص. كل سنة وانت طيب.